في ستارت. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلاس الماضي اعطيناكم توتوريال، حلينا سؤال على الكونستانت بريشر فلتريشن، بس مراجعه سريعه هنا بس يكون مره ثانيه، بس ملخص للي عملناه الكلاس الماضي، بس ملخص سريع. قلنا احنا انه الايكويشن رقم 18 ريبريزنت اللي هو دي تي اوفر دي في، اوكي ايكوال، طبعا دي تي اوفر دي في هي عباره عن الريسبروكال اوف ذا فلو ريت، الفوليو الفلو ريت اوف ذا فلتريت ايكوال ذا فيسكوسيتي اوف ذا سلري اوفر ذا اريا اوف ذا فلتر ملتبلاي باي ذا بريشر دروب، التوتال بريشر دروب في الجي سي ملتبلاي باي السبيسيفيك كيك ريزيستنس ملتبلاي باي ذا كونسنتريشن multiplied by the volume of the flow rate collected at the end of the filtration over the area plus the filter medium resistance. طبعا ذكرنا احنا انه بالنسبه للفاريبل الفا هي عباره عن السبيسيفيك كيك ريزيستنس، كنا اللي هي السبيسيفيك كيك ريزيستنس قلنا شو تساوي، تساوي دلتا بي اكروس ذا كيك في اي جي سي على يو ميو في الماس اوف ذا كيك. وذكرنا كمان ايضا انه في عندك بايدولوجي اللي هو الفلتر ميديوم ريزيستنس، هاي السبيسيفيك كيك ريزيستنس الفا، اند ذا كيك ريزيستنس از الفا ملتبلاي باي ذا ماس اوف ذا كيك اوفر ذا اريا. مظبوط، قلنا الماس اوف ذا كيك هو عباره عن الماس تبعت الكيك ذات ديبوزيت اون ذا فلتر ميديوم ات ذا اند اوف ذا فلتريشن. وذكرنا انه الماس اوف ذا كيك استيميت ايكوال باي ذا فوليوم اوف ذا فلتريت ملتبلاي باي ذا كونسنتريشن اوف ذا فيد، الفوليوم اوف ذا فلتريت اللي هو عباره عن الفوليوم ذات از كولكتد ات ذا اند اوف ذا فلتريشن، سي هي عباره عن الكونسنتريشن، واخذنا if the c is not given we can estimate c from this relation، شرحناها الكلاس الماضي، هيا c could be estimated from this relation اذا متذكرين. سي وين هي؟ اخذناها في الاكزامبل، هيا سي، قلنا سي ايكوال رو الدنسيتي اوف ذا كيك ملتبلاي باي دنسيتي اوف ذا سلري ملتبلاي باي ذا ماس فراكشن اوف ذا سوليد ان ذا فيد اوفر 1 ماينس ام ام اللي هي الماس ريشيو اوف ذا ويت كيك تو دراي كيك. هل نستخدم المعادله هاي اف ذا كونسنتريشن از نوت جيفن؟ If it's given, it's okay. Not given, we can estimate it from another data, اللي هي the density of the slurry, الفيد يعني. Almost بيكون الووتر لأنه عندك تقريبا الووتر لأنه ماشي ضرب. الماس fraction of the filter of the solid particle in the slurry على واحد ناقص m في c x m اللي هي at the end of the filtration بناخذ إحنا الماس of the cake وهو wet ومنقسمه على الماس of the cake وهو dry. بيعطيني الريشيو ام، واضح ولا لا؟ الو حدا عنده سؤال؟ تمام. فطبعا شو اللي عملنا؟ اخذنا هاي المعادله، اوكي، اللي هي معادله رقم 18. شو عملنا؟ اللي عملنا انه عوضنا احنا محل اليو دي بي عادي تي، طلعت عندك هاي المعادله. هاي المعادله راح نقسمها لتو ايكويشنز، بيطلع منها بنبثق منها two equations. واحدة في حالة ما يكون دلتا بي is constant، عندها بيكون نوع الفلتريشن constant pressure filtration، والمعادلة الثانية بس يكون عندك الدي في عديتي هو الكونستانت، الفلوريت هو الكونستانت، بيطلع عندك constant فلوريت filtration. طبعا في حالة البريشر constant pressure filtration when we are keeping the pressure constant the volume flow rate decreases with time, while if we keep the flow rate is constant, then the pressure drop increases with time. صح ولا لا؟ ذكرناها. فالمعادلة 18 طلعنا فيها في المعادلة الأولى اللي هي 19، تمام؟ عملنا manipulation وطلعنا في المعادلة رقم 19 وفصلناها. المعادلة رقم 19 ماشي عملنا عليها المعادلة السورية 20، طبعا عن طريق انه عند time equal zero الفوليوم فلتريت زيرو ودلتا بي بيكون دلتا بي ام، صح ولا لا؟ لانه عندما يكون التايم يساوي زيرو there is no volume collected of the filtrate، ما فيش اثر فلتريت، بعدين
البريشر دروب مش كل التوتال بريشر دروب هو عباره عن بريشر دروب اكروس ذا ميديم بلس بريشر دروب اكروس ذا فلتر ميديم ذا بريشر دروب اكروس ذا فلتر ميديم بلس ذا بريشر دروب اكروس ذا كيك. البريشر دروب اكروس ذا كيك ايكوال زيرو عند التاب يساوي زيرو. ما في عندي كيك لسه مش متكون الكيك عندي، فعندك بس ايش اللي هو عباره عن بريشر دروب اكروس ذا ميديم دلتا بي. فعملنا انتجريشن على اساس دلتا بي كونستانت، طلعنا بمعادله رقم 20 اللي هي دي تي اوفر دي في which is equal هي 1 على كيوب تساوي كي سي دي في زائد 1 على كيو نوت، such that الكي سي هي عباره عن الفيسكوسيتي اوف ذا سلري ضرب الكونسنتريشن اوف ذا فيد سلري في سبيسيفيك كيك ريزيستنس اوفر ذا اريا اوف ذا فلتر سكوير ملتبلاي باي ذا بريشر دروب ذات از ابلايد اكروس ذا فلتريشن في جي سي، والجي سي تساوي 1 once we use the SI unit. And 1 over Q naught هي عبارة عن إيش؟ 1 over Q naught. 1 over Q naught هي عبارة عن إيش؟ عن الـ viscosity of the slurry ضرب الفلتر medium resistance على الـ area of the filter multiplied by the pressure drop across the that is applied on the filtration. Now هاي المعادلة من نعمل بلوك لـ T over V اللي هي 1 على Q مع الفوليوم السلوب تبعها هو كي سي والانترسبت 1 على كيو نوت. وانس وي فاوند ذا فاليو اوف ذا انترسبت وي سبستيتيوت هير تو فاوند ذا فاليو اوف ذا ار ام سينس الميو دلتا بي از نون اند ميو از ذا فيزيكال بروبرتي اريا اوف ذا فلتر بتكون معروفه. ان ذا سيم انالوجي السلوب از كي سي اوفر 2 سو فروم ذا سلوب السلوب هو عباره عن ايش لانه بيطلع عندك المعادله هاي تي اوفر في تساوي كي سي على 2 في الفوليوم زائد 1 على كيو نوت. اذا بس ترسم انت لانك انت بتعمل انتجريشن بس ترسم انت تي على في ايوه شو بتعمل؟ بتاخذ الفوليوم ذات از كولكتد وذ تايم تي اوفر في مع الفوليوم بيعطيك السلوب كي سي على 2. بالتالي بالسلوب ماشي الميو والسي والاي كله معروف وي كان استيميت ذا سبيسيفيك كيك ريزيستنس اند فروم ذا انترسبت وي كان استيميت ذا فلتر ميديم ريزيستنس. هذا وحلينا عليها السؤال هذا والسؤال هذا كمان ايوه وحلينا عليها كمان الكويستشن اللي هو في التوتوريال سؤال رقم 1 التوتوريال رقم 1 السؤال رقم 1 حليناه ماشي اوكي. Now we done with part 1 we now we can go on for part 2 filtration part 2 in the second part we will deal with what's called constant rate filtration. اذا رجعنا على المعادله هاي اللي هي المعادلة رقم 18 هاي المعادلة اشتقينا منها معادلة رقم 22 عند على اساس انه جوا الكي سي في دلتا بي دلتا بي از كونستانت. ومن المعادلة رقم 18 وي ويل ستارت هاي المعادلة رقم 18 دي تي اوفر دي في ايكوال ميو على اي دلتا بي جي سي رو سي في اوفر اريا بلس ار ام. We continue this equation. هيا شايفينها في هاي المعادلة هسه نتعامل معها بطريقة ثانية. شو الطريقة الثانية؟ إنه دلتا بي is not constant. The variable that is constant is the volume flow rate. Okay. إذا في chapter 7 part 1 we used equation number 18 to derive the equation number 22. How we derive it from keeping in mind that keeping in mind that delta B is constant. Now we will keep in mind that dV over dt is constant, not the delta B. فبهاي الحالة الـ variable بنحطه على الشمال. هنا احنا شو حطينا على الشمال؟ حطينا على الشمال الـ variable اللي هو 1 على Q، حطينا على اليمين دلتا B اللي هي constant. حطينا الـ volume flow rate is not constant ودلتا B is constant. دلتا B is constant. هسا في chapter 7 delta B is not constant and dV over dt is constant. In the left hand side we keep delta B. So we rearrange, we manipulate equation number 18 in a manner such a way delta B is the constant, sorry, is the variable changing as going the filtration going on and dV over dt اللي هي volume flow rate is constant. So delta B يلا اعمل manipulation rearrangement for equation 18 delta B equal mu في dV over dt
over area GC multiplied by specific cake resistance, concentration of the solid particle in the feed slurry multiplied by the volume of the filtrate over the area of the filter plus Rm, which is represent the filter medium resistance. Okay. طبعا هسه ندخل التيرم هذا، شايفين التيرم هذا، التيرم اللي عندي اللي هو this term، شايفين التيرم هذا، دخله جوا المعادله، اضرب هاي واضرب هذا، تمام سوي لا دخلها جوا المعادله. الكل معانا؟ لا الو الو معك معك ماشي طب اوكي. فبتطلع لنا دلتا بي تساوي ميو الفا سي دي في اوفر دي تي اريا في في بلس داخلين لي جوا ميو ار ام اي جي سي دي في اوفر دي تي، تمام. طبعا بنعرف احنا انه الدي في على دي تي الفلوريت اذا رتبتها شو بيعطيك؟ بيعطيك الفوليوم، صح ولا لا؟ اذا حط محل الفوليوم هذا، تحط محله ايش؟ تي في دي في اوفر دي تي، فوتها جوا بتصير ميو الفا سي اي سكوير جي سي دي في اوفر دي تي سكوير ملتبلاي باي تي بلس ذس وان، صح ولا لا؟ اذا وي جو ناو فور ايكويشن 34، تمام؟ طبعا احنا اخذنا بالكلاس الماضي انه الفا لها نوعين. النوع الاول من الفا اللي هي اذا كانت هسه كومبريسبل، الفا اف اتس كومبريسبل معناتها اتس فانكشن اوف دلتا ايش؟ يلا فانكشن اوف دلتا بي. اند اف ذا كيك از انكومبريسبل انكومبريسبل ذن الفا از نوت فانكشن نوت function of delta b، صح ولا لا؟ تمام مش عارفين هسه. فراح نتعامل مع equation 34 in two cases. الكيس الاولى انه الفا is constant، الكيس الثانيه الفا is not constant it's a function of the delta b. طيب في حاله ما يكون عندك compressible cake الفا is function في delta b، ماشي بنعمل manipulation، ماشي بنعمل اساس manipulation، مش حاب اخذ لكم فيه، انتو يو كان جو اوفر ات اند دو ات، ذيس از manipulation، تمام. فبيطلع عندنا هسه من هاي المعادله انه طبعا اخذنا انه الفا بس تكون فانكشن في دلتا بي بتكون الفا نود دلتا بي تو ذا باور اس اوف ذا اور ذا كيك في ايكويشن. فبيطلع عندك هسه بالاخير اوكي، بيطلع عندنا بالاخير انه اذا كانت المعادله هاي شايفينها 34 اذا كانت الفا از ا فانكشن اوف دلتا بي يعني حاله كومبريسبل كيك، بيطلع عندك نطلع عندنا هسه في المعادله هاي انه دلتا بي ناقص دلتا بي ميديوم واحد ناقص يساوي كي ار ضرب تي، بحيث انه الكي ار اللي هو الكونستانت هو عباره عن ميو يو سكوير سي الفا نوت على جي سي، ودلتا بي على الميديوم احنا عارفين شو تساوي، تساوي هاي الفاليو. اوكي طبعا هسا دلتا بي اوفر ذا ميديوم اللي هي ار ام في ميو على جي سي، ببساطه ببساطه بدل ما اغلب حال الاشتقاقات هاي فقط اللي بدك تعرفه انه اذا كانت الفا از نوت كونستانت راح تكون فانكشن في دلتا بي، فبالتالي بتكون دلتا بي هنا طلعوا دلتا بي هان، فبصير عندنا الايكويشن نوت اكسبليسيت امبليسيت ايكويشن، مش صريح ضمني، المعادله بتصير نوت اكسبليسيت ايكويشن امبليسيت ايكويشن. طبعا if you don't like to go over this derivation you can solve your question by the calculator، بس انا حاولت اسهل عليكم بحيث انت انه اذا كانت عندك الفا is a function of delta b، بهاي الحاله الفا بس تكون هذا function في دلتا بي، لاحظ بيكون عندك هذا دلتا بي وهذا دلتا بي، بالتالي بتصير المعادله not explicit بتكون implicit، تمام ضمنيه مش صريحه. فبهاي الحاله بدنا نعمل manipulation اللي عملناه هنا انه صارت عندك دلتا بي اوفر اول ناقص دلتا بي
على الميديم في واحد ناقص اس اس بتكون جيفن تساوي كي ار في تي. الكي ار والتي اللي هن عباره فعليه اللي جايات من هام شايفين، وهاي اللي هي دلتا بي اوفر ذا ميديم فعليا يعني كانت تعمل فيها. فدلتا بي اوفر ذا ميديم اس كونستانت ار ام ام يو في يو على جي سي، ما عندك مشكله فيها. دلتا بي اللي بدي احسبها انا واحد ناقص اس الكي ار، هي موجوده في التايم. المعادله 38 اتس ذا سيم از ايكويشن 34 the same، لكن المعادلة 34 used in case إيش؟ in case of alpha is not function of delta b، يعني alpha is compressible، عفوا incompressible ماشي. whereas equation 38 used when the alpha is delta is a function of delta b، يعني the cake is compressible cake. واضح ولا لا؟ ألو واضح واضح. طيب هذا بالنسبة للكونستانت بريشر فلتريشن. now we go for the next type of filtration اللي هو centrifugal filtration. تمام؟ طيب شوي بس centrifugal filtration خلينا نعمل سكيب عنه نرجع له بعدين لأنه له شغلة لحالها. إذا النوع الثالث من الفلتريشن سنتريفيوجل. ناو بدي أعمل سكيب عنه. نرجع له بعد ما نخلص الواشنج. تمام؟ بعد الواشنج نرجع على السنتريفيوجل فلتريشن. واضح؟ طبعاً الواشنج تبع الفلتر كيك بدنا نعرف شغلة إنه الواشنج شو معنى الواشنج؟ حدا بيعرف شو معنى الواشنج؟ أنا بعرف بس أخلص عملية الفلتريشن شو بدي أعمل؟ يلا شو أعمل؟ بسرعة. بدي اعمل واشنج للفلتر. فالتوتال تايم ماشي شو بيكون عندك عباره عن ايش؟ التوتال تايم بشكل عام بيكون عباره عن الفلتريشن تايم زائد الواشنج تايم زائد الكليننج تايم. الكليننج تايم از ا رول اوف ثم في الاندستري بتراوح من 20 الى 30 دقيقه. الكليننج تايم في الاندستري بتراوح من 20 اب تو 30 مينتس. الفلتريشن تايم معروف the time required to filtrate a certain volume to a certain slurry. هسا بضل عندنا مشان احسب التوتال فلتر سايكل تايم الفلتريشن تايم حسب نوعه، هل هو كونستانت بريشر فلتريشن ولا كونستانت فلو ريت فلتريشن؟ حابين نحسب حساباته بالمعادلات اللي اخذناها. الواشنج تايم بشكل عام، الواشنج تايم بشكل عام بيكون عباره عن ايش؟ عن نسبة من ايش؟ من الفاينل التوتال فوليوم اوف فلتريت فلوريت. يعني مرات بحكي لك انه الواشنج ريت يساوي كوارتر اوف ذا فاينل فلترنج ريت. الفاينل فلترنج ريت شو هو؟ الدي في على دي تي عند اخر شيء هيو في 1 على 4. اذا كانت كونستانت بريشر فلتريشن الدي في على دي تي فاينل شو يساوي؟ هيها لاحظوا من هاي المعادلة الدي في على دي تي شو يساوي الدي في على دي تي فاينل؟ هيا الريسبروكال اوف ذس اللي هي 1 على كي سي في زائد 1 على كيو دوت، صح ولا لا؟ هيا شفتوها ولا لا؟ مضبوط؟ الو هاي دي تي على دي في صح؟ طب الدي في على دي تي شو يساوي؟ ريسبروكال اوف كيوشن 20 مضبوط؟ هاي بالنسبة ل الدي في على دي تي بحيث ما يكون كونستانت فوليوم فلتريشن كونستانت بريشر فلتريشن الدي في على دي تي فاينل تساوي ريسبروكال اوف كيوشن نمبر 20. اوكي فربعها طبعا ربعها از رول اوف ثم، لكن اذا لم تعطى هاي بتكون بالصراحه معروفه. نحن بقول لك انت انه الفوليوم فلو ريت تبع الواشنج يساوي مثلا 20% من الدي في على دي تي فاينل او 70% او 25% اللي هاي. هاي عباره عن ايش؟ ربع اللي هي قيمه ايش؟ اللي هي رول اوف ثم. طبعا هسه بالنسبه لهذا الفوليوم فلوريد، هسه احنا مشان نفهم الموضوع بشكل احسن ناخذ اكزامبل على الواشنج نفهمه بشكل افضل. طلع السؤال بقول لك اكزامبل، الو الكل معي ولا لا؟ معك مهندس. في السؤال عندك بليد اند فريم بريس فلتر at the end of the filtration cycle the total filtered volume، ها
هذا volume of the ash of the filtrate 3.37. شو هاي 3.77؟ هي عبارة عن الفوليوم final صح؟ collected شو يساوي 3.37 متر كيوب. هذول collected في كم؟ في 269.7. طبعا هذا السؤال هو نفسه محلول هذا طلعوه هيو الفوليوم الفاينل فوليوم كان يساوي 3.37 وحسبنا كيف احنا طلع معنا 270 ثانية تقريبا 4 دقائق ونص. اذا احنا حليناه الكلاس الماضي. فعلى هذا السؤال شايفينه بكمل عليه في الامتحان الفرع الثاني من السؤال اللي هو شو عندك هسه الواشنج ريت او الواشنج تايم. خلينا نكمل هسه السؤال. اذا لاحظ السؤال حليناه. اذا انا مشان اجمع 3.37 متر كوبيك من الفلتريت بحتاج الى كم؟ الى 4 دقائق ونصف حسب ما ارى اللي هي 200 تقريبا و70 ثانيه. اوكي هسه the cake is to be washed through washing using a volume of wash water equal 10% of the filtrate volume. الفوليوم اوف واش ووتر شو يساوي؟ 10% من الفلتريت فوليوم. كم الفلتريت فوليوم اللي عندي انا؟ 3.37. هسه الواش ووتر الفوليوم تبعته 10% يعني 0.337. طبعا الكلينيك فلتر معطيك اياه 20 دقيقه. السؤال calculate the time of washing and the total filter cycle time. هسه الحل عندك ببساطه التوتال تايم التوتال تايم يساوي اللي هي 269.69 سكند زائد الواشنج تايم زائد 20 دقيقه ضرب 60 صح ولا لا؟ مظبوط. اعيدها او بلاش. هاي ال 269 ثانيه كانها تقريبا 4 دقائق ونص بالمنت وهي عباره عن 20 دقيقه تمام صح ولا لا؟ الو الو مهندس الو معك مهندس معك التوتال تايم ايكوال فلتريشن تايم بلس الواشنج تايم بلس الكلينينج تايم. الكلينينج تايم از جيفن الواشنج تايم معروف بس في الامتحان مثلا بكون انا بقول لك احسب لي الواشنج الفلتريشن تايم اند سو اون. على كل حال سو تو استيميت ذا توتال تايم وي نيد تو استيميت ذا واشنج تايم صح ولا لا؟ طيب هسه عندك احنا عندنا طبعا من هذا السؤال من هذا السؤال اللي عندك انت هذا السؤال اصلا موجود هيو هنا كان الواحد على كيونوت تساوي 16.1 والكي سي شو تساوي الكي سي 37 اي رجعت لها نشوف كيف الحل. كم الفوليوم فاينل 3.37 والتي فاينل. طيب هسه اول شيء الفوليوم فلوريت انا مشان احسب الـ يلا التي تبع الواشنج شو يساوي يلا التي اوف ذا واشنج شو يساوي يلا يلا شو يساوي الفوليوم ريكوارد فور واشنج تقسيم ايش يلا حدا بيعرف يلا يلا تقسيم ايش حدا بيعرف سرعه تقسيم يلا الو الفوليوم فلو ريت اوف واشنج ووتر صح ولا لا؟ مظبوط ولا لا بلاك شباب؟ مظبوط؟ تمام؟ هسه الفوليوم ريكوارد فور واشنج شو تساوي؟ 10% من الفوليوم اوف ذا فلتريت موجود السؤال 0.1 ضرب 3.37 صح ولا لا؟ مظبوط؟ تقسيم ايش؟ الفوليوم فلوريت اوف واشنج ووتر مظبوط ولا لا؟ هسه الفوليوم فلوريت اوف واشنج ووتر اللي هي دي في
over dt لا الواشنج ووتر. نعرف احنا انه اخذناها الدي في على دي تي اوف ذا واشنج ربع الدي في على دي تي اوف ذا فاينل، صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ الو مزبوط. هاي اخذناها انه الفوليوم فلوريد تبعت الفوليوم فلوريد اوف ذا واشنج ووتر ريكوارد فور واشنج تساوي ربع الفوليوم فلوريد اوف ذا فلتريت على الفاينل. هسا الفوليوم فلوريد الفلتريت على الفاينل تساوي واحد على كي سي بي اف واحد على كيو نوت. الكي سي معروف عندك ماشي، وربع في الكي سي 37.93، الفي اف تساوي 3.37، واحد على كيو نوت 16.1. فبيطلع معانا الفوليوم الفاينل فوليوم الدي في على دي تي ربع ثال قيمه 1.73. الدي في على دي تي اوف واشنج 1.73، فبيطلع معك التي واشنج يلا يساوي 0.1 ضرب 3.37 تقسيم 1.737 ضرب 10 قوه ايش ناقص 3. اوكي، فبيطلع معنا التي واشنج يساوي 190.94 سكند، طبعا 194 تقسيم 60 بيطلع معنا 3.23 minutes. 194 سكند تقريبا بيطلع معنا ايوه 3.32 minutes. تمام اوكي ولا لا؟ تمام. فبالتالي هسه التوتال واش تايم يساوي اللي هي 4 دقائق ونص زائد 20 دقيقه زائد اللي هي 3.23، بيطلع التوتال سايكل تايم 27. كل 27 وشوي دقيقه بدي افك الفلتر شو اسمه، كل 27 يعني السايكل كلياتها ما بين الفلتريشن تايم اللي باخذ 4 دقائق ونص والواشنج تايم 3.2 مينتس اند كليننج تايم 20، كل اللي عباره عن سايكل تايم. كل 27 دقيقه ونص كل 28 دقيقه اي ريبيت ذا سايكل، واضح اللي هذا ايش؟ هذا not continuous filtration. واضح ولا لا؟ واضح. تمام اوكي، هذا بالنسبه الفلتريشن السنتريفيوجال فلتريشن بنرجع له بعدين. هلا بدنا نكمل احنا التوتوريال اللي عندنا اللي التوتوريال في هذا التشابتر. اوكي بنكملها هسه ان شاء الله. امبارح حلينا السؤال الاول كلياته صح ولا لا؟ اليوم نيجي على مزبوط مزبوط. اليوم نيجي على السؤال رقم 2. السؤال الثاني بقول لك the following relation between the specific cake resistance and delta V for super light CSO3 in water is. هنا العلاقة هاي كأنه بحكي لك إنه the specific cake resistance is compressible cake because alpha is a function of delta V. تمام هسه بس تكون الفا مش فانكشن في دلتا بي، بتكون الفا تساوي فاليو ذاتس ات، بتكون از فاليو. تمام واضح ولا لا؟ واضح مهندس. الفا فانكشن في دلتا بي في عندك علاقتين اخذنا لها تو فورم، الفا از فانكشن دلتا بي تو فورم، ارجع اذكركم فيهم. الفورم الاول لالفا از هيو، والفورم الثاني هيو، يا إكواشن 12 13 واحدة فيهم. For compressible cake alpha is a function of delta B. Either equation 12 or equation 13. Only these two equations. ماشي؟ فلاحظ من هاي المعادلة بالسؤال أي فورم ماخذ هاي ألفا نوت في واحد زائد بيتا دلتا بي قواية. إذا أي فورم هذا شايفينه؟ ألفا تساوي ألفا نوت برايم واحد زائد بيتا برايم دلتا بي over the cake to the power S. وهي شايفينهم؟ اذا هاي عباره عن الفا نوت صح ولا لا؟ 8.8 في 10 قوه 10 هاي الفا نوت في 1 بلس بيتا، بيتا في 3.36 في 10 قوه ناقص 4 ملتيباي باي دلتا بي اكروس ذا كيك اوفر 0.86، وال 0.86 شو هي؟ البوند اللي هي اس برايم. واضح ولا لا؟
تمام واضح مهندس. كواك ألفا تساوي مثلا 4 ضرب دلتا بي قوة 2 ف almost this is the empirical formula. Now the empirical formula given it's the same as equation number 13. تمام؟ طيب الفرع الأول يقول لك slurry of this material giving 3 pounds of cake solid perfect cube of filtrate is to be filtered. لاحظ انت في عندك 3 pounds of cake. خلينا لو نيجي على الاس اي يونت مثلا كيلو جرام بير متر كيوبك صح؟ طيب is to be filtered at a constant pressure drop. البريشر دروب كونستانت اللي هو 10,080 pound force per feet square. اوكي طبعا انا تعمدت اني اجيبهم بالبريتش يونت ايفن انه انا في الامتحان او الكويزز ما بجيب الا اس اي يونت بس حبيت يعني اجيب السؤال هذا بالبريتش يونت to know how to deal with this type of a question. Just يعني انت كمهندس لازم تعرف البريتش يونت زي ما تعرف الاس اي، لكن في الامتحان انا ما راح اجيب غير الاس اي يونت. However اوكي اذا دلتا بي از كونستانت ايكوال 10,080 pound force per feet square. Okay, estimate the area of the filter surface per feet square needed to give 187.2 feet cubic per of filtrate per hour. طبعا ال 187.2 شو هي؟ dB over dt final صح ولا لا؟ مظبوط؟ صح ولا لا؟ صح. Okay. خلينا الفرع الثاني نجي واحدة واحدة. خلينا أول شيء نشوف عندك الداتا. المعطى عندك أساس الميديم ريزيستنس جيبن الدنسيتي أوف ووتر جيبن and دي سي also جيبن. طبعا دي سي عارفينها 32 واضح ولا لا؟ ألو الو معك مهندس. طيب now we start the question. شوف شو عندك الداتا. الفا is given قلنا 3 pound solid bare feet cubic. شو هاي عبارة عن ايش؟ عن سي قبل وجاهز صح ولا لا؟ شو سي هي لها؟ ارجع على سي. ها ارجع على السؤال الاول. سي شو كانت وحدتها؟ كيلو جرام بير متر كوبيك اوف سوليد بير فلتريت. فهي بدل ما تحسبها هي جيبن وجاهزه. سي ايكوال 3 باوند سوليد بير فيت كوبيك اوف فلتريت اللي هي كيلو جرام سوليد بير فيت كوبيك اوف فلتريت. تمام ولا لا؟ تمام. طيب دلتا بي از جيبن RM is given, mu is given. Estimate area, what would be the area of the filter to collect 187.2 feet cubic of filtrate per hour. طيب نشوف. أول شيء طلع مسألة دلتا بي is constant. حط دلتا بي اللي هي 10,080 في هاي الإكويشن بيطلع عندك ألفا. هاي قيمة ألفا. تمام ولا لا؟ تمام. اوكي اذا دلتا بي از ا فانكشن اوف دلتا الفا از ا كومبريسبل كيك سو دلتا بي الفا از ا فانكشن اوف دلتا بي جست سبستيتوت دلتا بي ان ذا ايكويشن يو ويل جيت ذا فاليو اوف الفا. تمام. ناو تو كولكت التي بي اور مشان اعمل كولكشن ل 1 hour 3600 سكند الفوليوم ايكوال 187.2. طبعا وين المعال الفلتريشن شو نوعه؟ كونستانت بريشر ولا كونستانت فلو ريت؟ يلا كونستانت بريشر صح. بما ان كونستانت بريشر اي معادله بتهمنا؟ هاي صح. تي على في ايكوال كاسي على 2 في في 1 على كيو نوت. شو هدفنا من السؤال؟ الو شباب الو مهندس. طيب خلينا نعمل كلوز للسيشن وعلى الواحدة وخمسين ويستارت على الواحدة وخمسين. اوكي تمام.